عرفيني بنفسك يا احمد. انا مكارم محمد يعني جمعة. مكارم محمد جمعة من كف السيد محمود، طبعا بن ايوب ابو كبير. انت مرات الحاج؟ يو ايه الظروف ديت مع عندكم من امتى ولا ايه ظروفكم؟ عندنا بقالها 5 سنين اهو وحضرتك جوزك بيقول ان انت بتشتغلي عشان بشتغل. والله كنت بخبز بالليل لسه ما جيت الا الفاشر. يعني بتخبزي للناس بفلوس يعني. اه بدوني 20 جنيه 30 جنيه من الناس بدهم، ولو ده احنا بنصرف وعايشين بتصرفوا عايشين. الحمد لله. انتوا بتناموا هنا ولا في الأوضة تانية؟ لا هي هنا واللي بيقعد معنا بيقعد هنا. ولا بتاخدوا معاش ولا والله حاجة؟ ولا معاش، 190 جنيه ما فوقهم ولا تحتهم جنيه. بندفع شهر 1000 عشان بندفع شهريا للبنات اقساط 1010 جنيه. طب بيجيبوهم منين طيب؟ الله قلوب الحسنة كتير، ناس كتير بتساعدنا، اللي بيشوف الظروف اخبز لواحدة جوزها كده يروح احكي له ظروفي يقول لي طب خد سلك روح اجيب منين. طب وانتو عندك كم ولد؟ انا ولد واحد، يعني كل خلفيتك ولد ولا في هو ولد الاسم وثلاث بنات، 3 بنات؟ والثلاث بنات الجواز. حاجة. طب انت يعني انت عايزة ايه ولا بتطلبي بايه؟ اطالب من رئيس الوزراء يساعدنا يدينا معاش نصرف منه يكفينا انا وجوزي، اجيب له منين وهو تعبان، وعايزين الدولة تعالجه وتساعده وتدينا معاش نصرف منه، طب بالنسبة للبيت هنا بقى؟ ويبنوا لنا البيت نقعد فيه. احنا قاعدين في الشارع من يوم النطر بتحل واحنا ايه قاعدين في قاعدين الشارع، بتحل البيت؟ من يوم النطر واحنا قاعدين في الشارع، ولا حد راضي يسأل فينا، وقالوا روحوا وروحوا واللي يجي يبص ويمشي مش حد راضي يعملنا حاجة، وجوزي نايم مريض والمعاش مش 190 جنيه مش يعملوا لنا حاجة. احنا بنطالب من سيد الوزير يساعدنا بأي حاجة. أنا اسمي أحمد محمد عبد العال سليمان من كفر السيد محمود تبع بن عياض مركز أبو كبير محافظة الشرقية. أنا كنت أصلا أساسا كنت بمحر وكنت حلو 100%، وجعت من على سجالة أخدت 10 غرز في إيدي وجت لي الغضروف، وقاعد ما بعملش أي حاجة، ومراتي لا مؤاخذة اللي هي بتشتغل وتوكلنا ومش حيلت أي حاجة، وسيد شهري 1000 جنيه 1010 أقساط جهز بناتي. وانت شفت الحال الوضع قدام منك اهو قدام قدام. عندك كم بنت؟ عندي 3 بنات. اتجوزوا ولا لسه؟ الاخيره جوزتها مرتين والله. وطبعا تكاليف اقساط مش مع سد والله. ما بتاخدش اي معاش ولا مع 190 جنيه والله. 190 جنيه ده من ايه؟ منين دول؟ مش شؤون. شو اللي اجتمعت اديك 190 جنيه؟ والله 190 جنيه. وهم شافوا الوضع اللي انت فيه ده؟ وانت معاك تقرير انت تعبان؟ معايا الاشعاعات هي موجوده. والشؤون الاجتماعيه شافته وما ادالوكش؟ ما انا جبت التقرير بيه. ويجي الاخصائي الاجتماعي هو اللي عمل لي دخل ان انا عندي دخل تاني يعني، وراح عامل لي 190. طب انت طبيت على ساعه انا عندي دخل ايه؟ والله انا كنت بمحر و100 100، بس من ساعه ما وقعت وقعت وجال الغضروف مش بقدر اشيل الا مخزن جرد المي. اسمحك تورينا بس البيت كده اوضه اوضه، ده مدخل البيت ده. عرفني بقى ده، يا دي الصالة مثلا؟ دي الصالة يا بيه. وبعدين؟ ودي الأوضة اللي بنقعد لما ولا حد جانا بقعد معانا فيها. يعني ده أوضة الجلوس اللي عندك يعني؟ دي أوضة الجلوس اللي عندي، وجت وقعت ساعة النطرة، والناس طبعا مش معها، أروح أدفع إيجار 400 جنيه في الشهر. لموا لي عروج وحطوها لي كده وقاعدين فيها على بيت ما ربنا. دي المدام اللي قاعدة ديت؟ دي مراتي. طيب الأوضة التانية؟ الأوضة التانية هي بيه. فيها نور؟ هي دي الأوضة التانية؟ دي الأوضة دي أوضة النوم دي ولا إيه بقى؟ دي أوضة النوم. يعني أنتوا بتناموا هنا كده؟ بننام هنا كده. دي في الله سيرنا اللي بننام عليه. إزاي بتنام من غير مش معانا، من غير مرتبة، من غير مش حاجة؟ مش معانا والله، لا معانا يعني، لا معايا حبخل على روحي. أنا بدفع شهري 1010 جنيه شهري، طب هجيب هنوكل ولا هسدد ولا هعمل إيه؟ ودي دي على الطبعة دي برضه. دي أوضة تانية؟ دي أوضة حاطين معاشنا فيها، بس ومعانا حدنا معاش يعني. معاشكم جميل يا عم والله. الحمد لله. الحمد لله والشكر. طب ده في ده ايه ده بقى المطبخ ده؟ دي المطبخ ولا مخزن الحمام. طب ايه اللي النور فيه بعد اذنك كده؟ اهو يا بيه. جميل والله، مطبخ جميل قوي. على قد حال الله حدينا. وده الحمام. دي الحمام. تمام. بس تعني حدا اللي حطك عليه. ربنا يسترها. يعني انت خايف عليا ومش خايف على روحك يعني؟ اعمل ايه، ما انت جاي ضيف جاي تخدمني اضرك؟